مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع، تحية طيبة وبعد، مع مراجعة وتعزيز لمادة اللغة العربية. بسم الله نبدأ. بداية أعزائي الطلاب، لابد أن نحفظ هذه الأبيات حتى نستطيع أن نجيب عليها إجابة جيدة. يقول الشاعر: ذقت الحياة على يديك، وطالما فاضت بمنهل النعيم يداك، يسري حنانك في دمائي مثلما تسري النضارة في الخميل الزاكي. هيهات توجد في الحياة سعادة، إلا إذا جادت بها كفاك. تتهللين إذا ابتسمت، وإن بكت عيناي فجرت الأسى عيناك. ما أنت إلا نبع حب ترتوي منه النفوس، فلا تجل سواك. هنا الشاعر يسرد فضل أمه عليه في هذه الأبيات حتى يتبين لك فضل الأم. فلتكن بارا بأمك وأبيك، فهما باب من أبواب الجنة. جهود قطر من أجل صحة أفضل، وهو درس داخلي من داخل الكتاب. الحماية الصحية من المخاطر والتهديدات المختلفة لتصبح دولة قطر بلدا خاليا من الأمراض والأوبئة، وبيئة مثالية للإقامة والعمل والسياحة. فكيف يمكننا تحقيق ذلك؟ لا يمكن تنفيذ ذلك إلا من خلال إجراءات أساسية تشمل مراقبة سلامة وجودة الغذاء والماء والهواء والبيئة العامة، بالإضافة إلى السيطرة على انتشار الأمراض التي من شأنها تهدد الحياة العامة، مثل التعرض إلى المواد الكيميائية الضارة أو الإشعاع. فهذه الإجراءات عملت على السيطرة على الأمراض والأوبئة. السؤال الأول: مراقبة سلامة وجودة الغذاء والماء والهواء، ما الجملة التي يتفق معناها مع كلمة مراقبة؟ هل يتابع، تفرض، تهدد، تساهم؟ من يعرف؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. المراقبة أي المتابعة. ثم ما الفكرة الرئيسة التي تدور حولها الفقرة السابقة؟ نعم، بارك الله فيك. تحقيق دولة قطر الرعاية الصحية الشاملة لجميع السكان. اذكر واحدا من دورة قطر في تحقيق صحة أفضل للسكان كما فهمت من الفقرة. بارك الله فيك. الحماية الصحية من المخاطر والتهديدات المختلفة، الاهتمام ببناء المستشفيات والمراكز الصحية بجودة عالية، أي من دور دولة قطر الاهتمام ببناء المستشفيات والمراكز الصحية بجودة عالية، هذا يحقق صحة أفضل. استخدم الكاتب عدة أساليب للتعبير عن فكرته. ما نوع الأسلوب الأول؟ هل لا يمكن تنفيذ ذلك إلا من خلال إجراءات أساسية؟ هذا أسلوب لا يمكن، أسلوب نفي. أيضا هذه الإجراءات عملت على السيطرة على الأمراض والأوبئة. هنا استخدم الكاتب فعل الماضي عملت. نص خارجي: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوي السباب. وصاحب الخلق الكريم كالمعلم، يربي النشأ ويلهمه الصواب. وأترك سارق العوراء عمدا، لأهلكه وما أعي الجواب. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب، ومن حقر الرجال فلن يهاب. وأمدح الناس باللسان قولا، ولا أنتظر من أحدهم الجزاء. ورد في النص: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب. ما العلاقة اللغوية بين أحب وأكره؟ نعم، تضاد، أحسنت، والتضاد كلمتان يعكس بعضهما الآخر. ما الفكرة الرئيسة التي تدور حولها الأبيات السابقة؟ نعم، أحسنت، أهمية الأخلاق الكريمة في معاملة الآخرين.
واتركوا سارق العوراء عمدا لأهلكه وما أعي الجواب. ما الوسيلة التي استخدمها الشاعر للتعبير عن المعنى الضمني؟ نعم، لا يوجد نداء ولا يوجد ترادف ولا فعل أمر، إذن صورة خيالية وهي سارق العوراء. اكتب البيت الدال على العفو عن سب الناس وشر الناس الذي يحب سب وشتم الآخرين. للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نرجع إلى النص، وهنا ترى: وأصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوي السباب، وهو البيت الثاني. ورد في قول الشاعر: وصاحب الخلق الكريم كالمعلم. ما نوع التشبيه في العبارة السابقة؟ إذا وجد المشبه وهو صاحب الخلق والأداة والمشبه به وهو المعلم، شبه صاحب الخلق بالمعلم. إذا وجدت هذه العناصر الثلاثة فهو تشبيه تام، وأثر في المعنى هنا يدل على أهمية صاحب الخلق، ويؤكد أيضا على أهمية التحلي بالأخلاق الكريمة. اذكر مصدري الموسيقى الخارجية في الأبيات، كما تعودنا أن المصدرين هما الوزن والقافية. سؤال النحو: أي الجمل الآتية كتب فيها العدد المفرد بشكل صحيح؟ من خلال ما تعلمت أن العدد من 3 إلى 10 يخالف معدوده المفرد، أي نأتي بالمعدود المفرد ثم يخالف معدوده في التذكير والتأنيث من خلال هذه الجمل، هو الجملة الثانية: أكل الطفل 5 برتقالات، مفرد برتقالات برتقالة، مؤنث، إذن العدد يأتي مذكر أي يخالف المعدود. ما الآية التي اشتملت حرفا ناسخا يفيد التوكيد؟ قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. الحرف الذي يفيد التوكيد إن، كما تعودنا قبل ذلك. اشترى أخي 13 قلما. أي الإجابات الآتية كتب الرقم السابق بشكل صحيح؟ إذن هو الإجابة هنا ألف. لماذا؟ ننظر إلى المعدود، المعدود هنا قلما مذكر، والعدد هنا عدد مركب يتركب من جزئين، الجزء الأول يخالف المعدود، إذن يخالف المعدود 3 لأن المعدود مذكر، والجزء الثاني يوافق المعدود 10 لأن المعدود مذكر، 13، الجزء الأول مؤنث يخالف المعدود، والجزء الثاني مذكر يوافق المعدود. من كلمة ألعب وزنا صرفيا، ألعب على وزن أفعل، لأن لعب على وزن فعل، وهناك حرف زائد وهو الألف وضعناه في الوزن، ألعب على وزن أفعل. الصديق الوفي يحب أصدقاء العمر. حدد من الجملة السابقة نعتا ومضافا إليه. كما درسنا النعت كلمتان معرفتان، الصديق الوفي الثانية نعت للأولى، والمضاف إليه نكرة يأتي بعدها معرفة، أصدقاء العمر، العمر هو المضاف إليه لأنه معرفة أتى بعد نكرة. ثم موضوع الكتابة، كما درسنا النص الوصفي: اكتب موضوعا في حدود 15 سطرا تصف سوق واقف الذي قمت بزيارته. الوصف كما قلنا لابد أن تركز فيه على الأشياء التي شاهدتها بعينك أو سمعتها بأذنك أو تذوقتها بلسانك أو شممتها بأنفك،
وفي نهاية النص تتكلم عن شعورك، وهذا نموذج للنص الوصفي العنوان زيارة شائقة. زرت الأسبوع الماضي مع أسرتي سوق واقف، هنا حددنا الزمان والمكان، فما أروع هذا المكان الجميل، وهذه علامة التعجب. إذن المقدمة تبدأ بالزمان والمكان، وأريد أن أصف لكم هذا المكان الرائع لأوضح لكم ما به من مظاهر الجمال، من مظاهر الجمال. ولقد شاهدت، إذن هنا يبدأ بما شاهده أي العين. ولقد شاهدت هناك تلك المباني القديمة التي تدل على تراث الأجداد العريق، كما رأيت المتاجر التي تعرض البضائع أمام الزبائن، ورأيت الزوار يتجولون في شوارع وطرقات سوق واقف، ومنهم من يجلس على المقاهي المنتشرة في كل أرجاء السوق يستمتعون بأوقاتهم مع أسرهم. إذن هذه الأشياء التي شاهدتها بعيني، المباني القديمة، المتاجر، البقالات، البضائع، الزوار يتجولون، الناس يجلسون على المقاهي، كما استمعت إلى أصوات العصافير والبلابل المعروضة هناك، فهي تعزف ألحانا موسيقية جميلة. كما استمعت إلى صوت الأذان، فذهبت للصلاة وانبهرت بالشكل التراثي للمسجد. كما لفت انتباهي شكل السماء عند الغروب وقد بدت زرقاء يخالطها الحمرة. ويمكنك أن تقول: وشعرت بالجوع فدخلت أحد المطاعم وتناولت الأرز والدجاج المشوية واستمتعت في هذا اليوم كثيرا. وختاما، كم كنت سعيدا في هذا المكان الرائع وأنصحكم جميعا بزيارته. إلى هنا أعزائي الطلاب نصل إلى نهاية الدرس، أترككم في حفظ الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.